مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. تعتبر الحضارة الفرعونية القديمة من أهم الحضارات التي توجد حول العالم، وذلك بسبب أنها تحتوي على الكثير من الأسرار والآثار الفرعونية القديمة والاكتشافات التي حتى يومنا هذا لم يستطع أي إنسان تصديقها. نحن هنا اليوم أصدقائي في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هذه الاكتشافات الرائعة التي حتى يومنا هذا لا تزال تدهش الكثير من العلماء. ولكن قبل البدء أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد، وهيا بنا لنبدأ. متاهة هرم هوارا. في وسط الصحراء يوجد هذا النصب الفرعوني القديم الذي يعتبر واحدا من الأماكن التي تحتوي على العديد من الألغاز. هرم هوارا هو أحد أهرامات مصر، بناه فرعون مصر إمن محات الثالث من ملوك الأسرة الثانية عشر بقرية هوارا على بعد 9 كيلومترات جنوب شرق مدينة الفيوم، وهو من الطوب اللبن المكسي بالحجر الجيري. كان ارتفاع الهرم الأصلي 58 مترا وطول كل ضلع منه 105 أمتار، ولم يبقى من ارتفاعه الآن سوى 20 مترا. ويحتوي الهرم على دهاليز وحجرات كثيرة تنتهي بحجرة الدفن. كما يقال أن هذا الهرم يعرف باسم هرم اللون الأسود، وذلك بسبب أنه مطلي من الخارج بالحجر الجيري والرخام الذي يجعل اللون الأسود يسيطر عليه. في عام 2008 تم اكتشاف هذه المتاهة التي يقال أنها كانت تحتوي على الكثير من الممرات والغرف، ويقال أيضا أنها تحتوي على مجموعة من الغرف العلوية والغرف السفلية، وحتى الآن يحاول العلماء وضع بعض من الخرائط لهذه المتاهة. هذا يؤكد على أن البعض من هذه الغرف تحتوي على الكثير من الأسرار الغريبة جدا، والتي من الممكن أن تساعد العلماء على معرفة العديد من التفاصيل عن هذه الحضارة القديمة. مجوهرات النيزك القديمة. في عام 1911 استطاعت مجموعة من العلماء اكتشاف مجموعة من المجوهرات الغريبة التي توجد بالقرب من إحدى المقابر الفرعونية القديمة. الغريب هو أن هذه المجوهرات كانت مصنوعة من مجموعة من النيازك التي يقال أنها سقطت على كوكب الأرض منذ آلاف السنين. يؤكد مجموعة من العلماء على أن عمر هذه الصخور أكثر من 5000 عام قبل حتى معرفة الحديد، حتى أن العديد من الفراعنة كانوا يعتقدون أن هذه الصخور تمتلك قوة كبيرة للغاية، وذلك بسبب أنها عبارة عن مجموعة من الصخور الإلهية التي سقطت لهم من السماء. هذا ما كان يؤكد على أن الفراعنة قديما كانوا يهتمون كثيرا بمثل هذه الصخور، وكانوا يتعاملون معها كما لو كانت مجوهرات، وذلك بسبب نذرتها وقيمتها الكبيرة. سر هرم سقارة. من أكثر الأشياء التي تثير العلماء دهشة في هرم سقارة هو السرابيوم، الذي هو عبارة عن مقبرة مصرية قديمة مكسرة للثور المقدس أبيس، وتقع شمال مجمع جنازة سوسر في مصر السفلى. تم تحنيط الثور الذي يعبد كإله، ودفن بعد أن كرس حياته للاحتفالات والقرابين في معبد ممفيس. يعود أصل هذه المقبرة إلى الأسرة المصرية 18 في المملكة المصرية الحديثة، ويقال أنه يحتوي على 25 تابوتا، وبعض من الثوابت وزنها كقطعة واحدة يصل إلى 70 طنا، وذلك لكي يتم دفن الثيران فيها، حيث أنها كانت تعتبر ثيرانا مقدسة. يقال أن طول هذا الثابوت قد يصل إلى 3.3 متر، وعرضه إلى 2.5 متر، مما يؤكد على كبر حجم الثابوت. الغريب هو أنه حتى الآن لم يستطع أي من العلماء اكتشاف أي آثار لبقايا الثيران داخل تلك المقابر، وهذا ما يثير فضول الكثير من العلماء. لكن هذا يؤكد على أنه لا يزال حتى الآن يحتوي على العديد من الأسرار التي لا يستطيع أي إنسان اكتشافها بسهولة. تم اكتشاف هذا المجسم الغريب الذي يشبه الطائرة، وأطلق عليه اسم طائر سقارة، وهو مصنوع من الخشب.
الغريب هو أن لديه بعضا من المميزات التي تشبه الطائرات أكثر من أنها تشبه الطيور نفسها. ويتضح الآن في ذيل هذا الطائر الذي يظهر على شكل عمودي عكس ما هو معروف عن باقي الطيور التي يظهر ذيلها بشكل أفقي. هذا ما يثير فضول وإعجاب العلماء حتى الآن، الذين لا يستطيعون تفسير ظهور تمثال لهذا الطائر بهذا الشكل. اكتشاف 800 مقبرة. في عام 2018 استطاع مجموعة من العلماء اكتشاف عدد كبير جدا من المقابر يصل إلى حوالي 800 مقبرة بالقرب من أهرامات الجيزة. يقال أن هذه المقابر يعود تاريخها إلى أكثر من 4200 عام، كما يقال أن المساحة الخاصة بهذه المقابر تغطي حوالي 37 فدانا. يقال أنه كان يتم استخدام هذه المقابر لمدة 300 عام لدفن الأشخاص فيها، بالإضافة إلى أنه كان يتم زخرفة هذه الأماكن وإضافة الكثير من التفاصيل الرائعة فيها، كما أنه كان يتم دفنها في اتجاه الشرقي للنيل. هذا ما يؤكد على اهتمام الفراعنة بالبعث والحياة الأخرى، كما أنها كانت هذه المقابر تحتوي على الكثير من الجرار المصنوعة من الفخار لتقديم القرابين للآلهة وللحفاظ على الجثث. كتاب الموتى الفرعوني. كتاب الموتى هو مجموعة من الوثائق الدينية والنصوص الجنائزية التي كانت تستخدم في مصر القديمة لتكون دليلا للميت في رحلته للعالم الآخر. استخدمت من بداية العصر الحديث للدولة المصرية القديمة إلى حوالي 50 قبل الميلاد، حيث أن الفراعنة القدماء كانوا يهتمون بالأدب الذي يساعد الأشخاص بعد الوفاة، وذلك عن طريق تقديم مجموعة من الخرائط والنصوص والمعتقدات والتعاويذ التي تساعدهم في الحياة الأخرى بعد الوفاة. بالإضافة أيضا إلى وجود كتاب آخر معروف باسم كتاب الطريقتين، هذا الكتاب يرمز إلى طريق به الكثير من العقبات، من الممكن أن يؤدي إلى النار كعقاب للشخص على السيئات التي قام بها في حياته، وطريق آخر من الممكن أن يؤدي إلى الحياة الجيدة والجنة بعيدا عن أي عذاب آخر حتى لا يواجه الشخص صعابا في الحياة الأخرى. يتم إضافة الكثير من التعاويذ على هذه التوابيت. هذه التعاويذ تساعد هؤلاء الأشخاص على تجاوز الطريق في حياتهم حتى يتمكنوا من الحفاظ على أرواحهم عند الانتقال إلى الحياة الأخرى. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.